تمام، اسمع برضو راي حضرتك في هذه المباراه. بص يا اسلام، هو الراجل بقاله شهرين من قدومه، يعني واضح ان هو جدي جدا، واضح ان هو عملي جدا. ايوه الراجل عمل حاجات احنا كنا بنطلبها من زمان، صح، حته اليوم الكامل، حته تصحيح الاخطاء بالنسبه للمدافعين، بالنسبه للمهاجمين، الاهداف اللي بتضيع. النهارده قررت، يمكن المشهد ده قرر زي السنه اللي فاتت بشكل كبير جدا. الراجل في الحاجات دي بيطلع الورقه والقلم ويبدا يكتب الملاحظات اول باول. الراجل نفسيا بيتعامل مع اللعيبه بمنتهى المصداقيه، عنده شفافيه وعداله في حته ان هو كل الناس عايز يشوفها وكل الناس عايز يجربها. الراجل يعني بوادر الثقه بينه وبين اللعيبه وبينه وبين الجماهير بدات من خلال طبعا تظهر. مباراتين الاتحاد الماستيري وفوزنا، ثم طبعا افتتاح الدوري العام، الملف اللي احنا يعني منتظرينه وبنحبه، صحيح، البطوله المفضله. قدر يكسب الاسماعيلي 1-0، مباراه كانت متميزه، كان فيها انتشار جيد، تقارب خطوط 3، فرص بنروح للجول. الوافد الجديد شادي قدر برضك خلال الفتره اللي فاتت ان هو عنده اصرار اسلام، وعنده قوه وانقضاض ومتابعه وشراسه. وحاجه كمان جميله رجعت لنا في الفتره اللي فاتت، الروح القتاليه العاليه في الماتشات الثلاثه اللي فاتوا، الحب المتبادل اللي بين اللعيبه وبين بعض في احراز الهدف، اللي جوه زي اللي بره، الجهاز الفني مع الجهاز الاداري. في حاجات يعني بصراحه الراجل بسرعه في الشهرين قدر يعني يحط ايده عليها بشكل كبير، وده بيرجع لذكائه طبعا، حته خبرته وسنه، وانه راجل هيد كوتش، رجل هذه المرحله، راجل جدي بشكل كبير جدا. حتى النهارده لما كان بيتكلم في المؤتمر قال يعني النهارده مباراه احنا اللي وصلناها لكده، يعني احنا سبب بعض المشاكل اللي حصلت باستثناء الربع ساعه الاولى اللي كان فيها ضغط على الخصم، كان فيها جديه، كان فيها يعني قربنا للمرمى، احرزنا لهدف مبكر. معرفش اللعيبه كانت بعيدة عن التركيز، اللعيبه كانت موضوع التمرير بالنسبه لها كانت في مشكله في التمرير، التسليم والتسلم كان موجود لكن كان في بطء في التحضير، بعض المشاكل الدفاعيه هو قال نقدر نصلحها خلال الفتره اللي جايه، كمان المشاكل الهجوميه اسلام، مضيع الاهداف قال برضك هنبدا نشتغل عليها، لان ده شغل ده المدرب، طبيعي بقى شغل المدرب، شغل المدرب. بالظبط اللاعب يخطا وانا اصلح، ده صحيح، دور المدرب بشكل كبير يعني. لكن هو اتكلم على ان ما افتكرش ان اللعيبه بتفكر في مباراه الزمالك، يعني كنا لازم نكسب المباراه دي عشان ناخد 3 نقاط، عشان نستمر ب6 نقاط، نستمر في الثقه اللي احنا فيها. مباراه الزمالك دي بيبقى لها تحضير تاني وشكل تاني واستراتيجيه تاني ولعيبه تاني واداء تاني، لان طبعا بطوله بين الفرقتين وبطوله بتحسب للفرقه اللي بتفوز بيها. وطبعا انا هقعد مع اللعيبه، ايوه، وما افتكرش ان اللعيبه بتفكر في مباراه الزمالك، لان انا ما دخلتش جوه دماغها يعني عشان اعرف هم بيفكروا في ايه. لكن ده هو وارد. كولر بيقول كده يعني. ده وارد يعني، النهارده يعني يوم ممكن يكون لانه بيقول لك لمعظم انا من اللعيبه ساعه ما جيت مصر والناس كلها في الشارع بتقول كل لي حد على يقابلني يقول لي بالظبط على مباراه الزمالك. فقال دي مباراه زي اي مباراه، يهمني جدا ان اكسبها، بس النهارده كان يهمني ان اكسب مباراه اسوان واخد 3 نقاط، استمر طبعا في الثقه المتبادله اللي بيني وبين الجماهير وبيني وبين اللعيبه. وقال طبعا ان انا محتاج كل لعيب، لان انا بلعب في 5 بطولات، فاكيد طبعا لسه ما شفتش في لعيبه تانية لسه ما شفتهاش، فان شاء الله خلال الفتره اللي جايه برضك هيبداوا ياخدوا. وتثبيت الفريق يا اسلام، ايوه، انا شايف ان ده دور مهم جدا لمستر كولر الفتره اللي جايه. يعني حته ان التدوير يبقى في لاعب او اتنين حسب، يعني زي ما يانج مثلا اشتكى النهارده في حته بالنسبه للخلفيه، فطلب ان هو يريح ويبدا السوليه. لكن موضوع تثبيت الفريق اسلام، الكابتن عادل يمكن يشاركني في الموضوع ده، بيدي لك نوع من التجانس بقى، نوع من تنفيذ الخطط اللي انت بتفكر فيها، تقارب الخطوط، الاداء اللي احنا مستنيينه بقى لنا فتره طويله. فاتمنى الفتره الجايه دي يبقى في تثبيت بشكل كبير، ويبقى التغيير في حاجات محدوده، يعني ما يبقاش في كل مباراه بيغير 2-3.